المصريين بيعرفوا بني غازي زي ما بيعرفوا السويس وطنطا، المصريين بيعرفوا كل حته في ليبيا زي ما بيعرفوا كل حته في مصر، عشان في يوم من الايام كان في ليبيا دي اكتر من 6 مليون مصري. انما الحجه ايه؟ لازم نسير عواطفنا، وعواطفنا تثار ازاي؟ بالقتل. طب وعواطفنا احنا كفايه؟ لا، لازم كمان عواطف الغربيين والاوروبيين ان القتل ده يتم في النصارى. ده تحليل وصلني على الفيسبوك وانا بعرضه على حضراتكم. معانا مين يا جماعه؟ استاذ محمد من هولندا. من محمد عبد الله. اهلا بيك يا استاذ محمد، اتفضل يا فندم.